فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. أشبال الخضر كتبوا التاريخ فحق لهم الاحتفال، جمهور صنع الاستثناء فطوبى له الاحتفاء بالأبطال، مدرب اجتهد ضحى وكافح لكي لا يتزال لا يتزال لا يتزال، وآخر متحصر على فقدان لقب كان يراه قبله بين يديه. فرحة الوصال تنسي الأحباء ألم الفراق، وأي وصال والكأس بين الأعناق، منتخبان تباريا فتغلب الأفضل فأهداه. في النهاية النجاح نجاحاً، منتخب بطل ودورة كانت ناجحة بكل المقاييس وبشهادة ضيوف الطبعة تجعلنا مقبلين على تنظيم تظاهرتين هامتين في 2023، هو شان وكأس إفريقيا للأمم اللي أقل من 17 سنة، وإن شاء الله هذا إن شاء الله فعل خير لهذه الاستحقاقات. هنيئا للجزائر بأشبالها، وهنيئا للعرب بجزائرها.